طيب خلونا نبدأ من بداية الخلق. خلونا نبدأ من آدم، لأننا إذا بدأنا من أول البشرية عرفنا الله قادر يفتح المشهد الحياة. لما خلق الله الأرض والسماوات والنجوم والكواكب وخلق كل شيء، لم يخلق آدم بعد، ما خلقت المخلوقات، كان الله ولم يكن شيئا قبله. جاء وفد من النصارى من نجران فقالوا: يا رسول الله، حدثنا ماذا كان قبل خلق السماوات والأرض؟ قال: كان الله ولم يكن شيئا قبله. ويوم خلق الله السماوات والأرض الدنيا جاهزة، نجوم، شجر، قمر، شمس، بحار، جبال، بس ما خلقت مخلوقات تمشي على الأرض. قبل أن تخلق المخلوقات هيأ الله الدنيا بأربعة أشياء، هذا مدخل مهم. وش خلق الله قبلهم؟ قبل آدم خلق الله، أول ما خلق، خلق الله الرحم، فكانت الرحم لما خلقت تجسدت، ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. ثم تعلقت الرحم بعرش الرحمن، وقالت الرحم في ذلك الموضع لما وقفت موضع العائذ بربه من القطيعة، قالت: يا ربي، إني أقف موقف العائذ المستجير من القطيعة لي. فقال الله: ماذا تريدين؟ أتريدين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ قالت: نعم. قال: لك ذلك. الرحم من قطعها قطع، ومن وصلها وصله الله. ولذلك النبي تلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أفسدوا، شوفوا جمع بين الفساد في الأرض وبين تقطيع الأرحام. اللي يقطع رحمه يفسد في الأرض، والمفسد في الأرض مثل قاطع الرحم، لأنها كلاهما مشكلتين كبيرتين ما تحقق الهدف من وجود الأسرة واجتماع هذه الأمة. ولذلك قال: رتب على هذه القطيعة: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقال أنها تأتي يوم القيامة. الرحم معنا من يوم خلقت السماوات لين يوم القيامة، تأتي يوم القيامة فتسجد تحت العرش ولها لسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تقول: يا ربي قطعت، يا ربي أوذيت. فيقول الله: ماذا تريدين؟ أتريدين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. حتى هناك يوم القيامة، وأنا أقول مصيبة، راجع نفسك والله، إن كان مشكلتك مع أخيك ومع عمك ومع خالك ومع أقرب الناس إليك بسبب دنيا تافهة وبأسباب الحقيقة، وإن كان السبب كبيرا، فالمسلم خيركم من يبدأ بالسلام. القطيعة مصيبة، بعض الناس يصلي ويصوم ويزكي ورجل فاضل وامرأة صالحة ومحتشمة وذكر وطاعات وصدقات، لكن أعماله معلقة، ما يرقى منها شيء، معلقة بين السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول: اتركوهما حتى يصطلحا، إذا تصالحوا رفعنا أعمالك. كل صلواتك وسجداتك وصيامك وقيامك معلق بين السماء والأرض بسبب مقاطعتك وقطيعتك لرحمك. الأمر الثاني، لما خلق الله السماوات والأرض، وش خلق الله؟ هذا قبل يخلق آدم. من يعرف؟ قبل الملائكة خلق بابا، باب مفتوح من جهة الغرب، من جهة المغرب. قال الصحابة: يا رسول الله، وما ذلك الباب؟ قال: باب مسيرته 70 عاما، 70 سنة تمشي من طرف إلى طرف ما تخلص، 70 عاما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك باب التوبة.
الله يرزقنا وإياكم حسن التوبة. استعداد، لأن آدم عليه السلام أكل من الشجرة فعصى ربه آدم بعدين تاب. تخيل هذا باب التوبة غير مفتوح، ولا يغلق هذا الباب إلا إذا خرجت الشمس إيش من مغربها. فباب التوبة مفتوح، واليوم نحن قادرون ما دمنا أحياء على أن نتوب، والله سبحانه وتعالى تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا يا أيها الناس، توبوا إلى الله جميعا. التوبة باب مفتوح للجميع. الأمر الثالث الذي خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض، خلق الله الرحمة. الرحمة، أحيانا تشوف لك قطو أكرمكم الله أو حيوان يرفع حافره، وربما أحيانا القطو في الشارع يمكن تنهشك إذا جيت تأخذ ولدها من بين يديها. هذه الرحمة جزء من 99 رحمة، 100 رحمة اللي موجودة في الأرض، رحمة واحدة. يتراحم الخلق فيما بينهم والمخلوقات فيما بينها. وادخر الله للأمم والناس والمؤمنين يوم القيامة 99 رحمة، وتنضم لها الرحمة 100 حتى يرحم الله العباد في موضع وفي يوم يحتاج الناس الرحمة فيه أكثر من هذا اليوم. فخلق الله الرحمة. الأمر الرابع أن الله كتب فوق عرشه، وش كتب؟ ورحمتي وسعت كل شيء. سبقت رحمة الله إيش؟ غضبه. هذه مكتوبة على عرش الرحمن، وهذا دليل على أن الله هيأنا وهيأ لنا ما يعيننا على أن يكون بيننا نوع من التراحم. الأسرة، آدم عليه السلام أول مشهد، الله مو بقادر يخلق مجموعة رجال ذكور ومجموعة إناث ولا لا، لكن الله خلق آدم ومن نفس الطينة من ضلعه خلق حواء.